طبعا النهارده كل عروسه بتحتار جدا وهي بتختار الطعم بتاعها، سواء جرانيت او ستانلس او سيراميك او تيتانيوم، من كتر الماركات اللي معروض قدامها في السوق، سواء بقى مستورد او مصري او صيني. النهارده احنا بنقدم لك طعم حلل 18 قطعه من براند ارشا الالماني، بس النهارده طعم تقفيل كوري وعليه ضمان سنتين. بنقدم لك اللونين دول، ما شاء الله الوانه جميله جدا والتكوين بتاعه مميز، وطبعا نازل فيه قطع اول مره تنزل. يعني معانا الطاجن اللي هو بالغطا ده، تمام، ده اول مره ينزل في طقم بالغطا بتاعه ما شاء الله. وعندنا برضو الجريل المتقسم زي ما انتم شايفين كده، الجريل متقسم ناحيتين. وعندنا بقى في التكوين بتاع الطقم الحله 32، يعني ما شاء الله النهارده معاكي حله 32. يعني مش كل طقم الحله اللي بتنزل النهارده فيها حله 32، ان شاء الله الحله كبيره جدا، حتى شكل وتصميم الحله بجد منها فيها. زي ما انتم شايفين كده الحلتين، الحله ال 28 وال 32، ودي الحله ال 20 وال 24، ومعانا الوك اللي بالغطا، تمام، زي ما انتم شايفين كده. طبعا الغطا ما شاء الله، وطبعا في هنا فتحه البخار من هنا ومن هنا، تمام، شايفين ده الجرانيت، تمام. ومعانا المقلايه ما شاء الله بالغطا، ومعانا الطاجن اللي بالغطا، ومعانا طبعا الكاسرولا مقاس 18، ومعانا مقلايه الكريب مقاس 24، ومعانا طبعا الطاجن المتقسم ما شاء الله. معانا بقى اللون الثاني اللي هو اللون الاسود، طبعا مش اسود قوي، هو درجه فاتحه شويه، تمام. وطبعا عشان تبقوا عارفين الملمس من جوه ناعم ومن بره ناعم، زي ما انتم شايفين كده اللون مش اسود قوي، لا هو لون فاتح شويه، تمام، ما شاء الله على الطقم. التكوين بتاعه جميل جدا، الخامه بتاعته ملمسها ناعم وحلو. طبعا في زمان بتحب الملمس الناعم بتاعه الحلل عشان يبقى تنظيفه سهل، تمام. هنوريكم برضو الختم ميد ان كوريا، تمام، ده شايفين كده ارشيا ميد ان كوريا. الحله ما شاء الله جميله جدا، شايفين الحلاوه، وده المفيص بتاع البخار ما شاء الله. 18 قطعه جرانيت ميد ان كوريا، طبعا خالي من جميع المواد الضاره زي ما مكتوب على الكرتونه. شايفين كده دي بيانات الشركه، وده السيريال نمبر، وده ميد ان كوريا. طبعا السيريال نمبر ده بيبقى على الكرتونه الخارجيه فقط، يعني الكراتين الداخليه كلها ما بيبقاش عليها سيريال نمبر، ايه الخارجي ما شاء الله. كان معاكم محمود البيلي من معرض البيلي للادوات المنزليه، نشوفكم على خير، مع السلامه.